اليوم جبت لكم خلطة سحرية معجزة من مكونين فقط موجودة في كل بيت، رح يحول بشرتكم للقطن، للزجاج، للحليب، للقشطة. عن جد عن جد من أقوى الوصفات الغير مكلفة وسريعة المفعول لتبييض البشرة أكثر من 7 درجات، مجربة ومضمونة على كفالتي على مسؤوليتي. بتمنى أنكم جربوها، رح تستفيدوا كتير وتدعوا لي. شو هي المكونات والطريقة؟ تابعونا لنهاية ولا تنسونا تدعمونا بلايكات حلوة مثلكم، وإذا كنتوا جداد لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى قناتنا تكبر وتكونوا فرد من العيلة. فخلونا نتعرف على هاي المكونات السحرية. مثل ما حكينا مكونين فقط، بدنا معلقة من الزبادي فقط لا غير، ومعلقة من نشا فقط لا غير. هدول هن المكونات، معلقة من زبادي أو اليوغورت ومعلقة من نشا. عن جد عن جد من أقوى المكونات يلي بتصفي البشرة، بتوحد لونها، وبتخلصنا من الدهون الزائدة، وبتنظف مسامات بشرتنا، وبتقضي على آثار الحبوب وكلف ونمش وتصبغات الشمس، بتوحد لونها بشكل رهيب. كمان فينا نستعملها لتفتيح الرقبة وللإيدين. عن جد عن جد من أول مرة رح يفرق معاكم. طيب بعد ما خلطنا المكونات كيف بدنا نستعملها؟ نغسل بشرتنا، نجففها، ونحط الماسك على البشرة ونخليها 5 دقايق بعد ما البشرة بتشربه. نحط طبقة تانية وثالثة على هذا الشكل. بعدين نغسل بشرتنا بالماء البارد، وبعدين نحط نستعمل الغسول ونحط كريم المرطب، ونكرر استعمالها مرة أو مرتين أو ثلاثة. أبدا ما بتسبب مشاكل للبشرة، ما بتأذي البشرة، وبالعكس بتساعد على تصفيتها. رح يعني رح تندهشوا من مفعولها، أبدا ما بتكلف، سريعة المفعول وسريعة التحضير. بتمنى أنه تشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم، بين رفقاتكم، لعل وعسى نكون سبب في إسعاد كتير من صبايا ملوا من استعمال كريمات ووصفات وما استفادوا. عن جد عن جد أنا متأكدة إنه هاي الوصفة رح تنال أعجابكم ورح تتشكروني من كل قلبكم. بتمنى أنكم جربوها، وبتمنى أنه تدعمونا بلايكات، وشكرا كتير لكم. وصلنا للنهاية، وانتظرونا بوصفة جديدة.